صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا طالب مبتعث في خارج البلاد في بلاد هولندا، فهل يجوز لي أن آكل من ذبائحهم؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: أنا طالب مبتعث إلى بلاد هولندا، فهل يجوز لي أن آكل من ذبائحهم؟ الغالب أن بلاد الكفار ما تخلو من جاليات إسلامية ومراكز إسلامية، أنهم يجعلون ذبائح خاصة بهم أو مذابح خاصة بهم، فأنت تكون مع المسلمين هناك وتأكل مما يأكلون لتسلم من الشبهات ومن التساؤلات. فإذا كنت في بلد ليس فيها مسلمون وليس فيها مركز إسلامي، عندك السمك ما يحتاج إلى ذكاء، كل من السمك. نعم.